ربنا يبارك لك يا رب. شكرا يا دكتوره رانيا، ربنا يبارك لك يا رب. الحمد لله والشكر لله، انا رجلي ما كنتش حاسه بيها، الحمد لله النبض كان ما فيش خالص. ربنا يخليك يا دكتوره، ربنا يبارك لك يا رب. انا ما كنتش حاسه برجلي، ولا كنتش بقدر اقف عليها، ولا كنت بقدر امشي حتى لحد المطبخ، ولا حتى في الشارع ثانيه، حتى كل خطوه بقعد، كل خطوه بقعد في الشارع. ربنا يبارك لك يا رب. يا رب النهارده يوم عيد عندي النهارده، ربنا يبارك لك يا رب يا دكتوره، ويخلي لك ولادك يا رب. يا رب يا حبيبي، ربنا يخليك ويبارك فيكي، ربنا يبارك لك يا رب. النهارده يوم فرح عندي، يا رب يبارك لك، ربنا يبارك لك. معنا حالي اللي عامل باي حاجه وتعبان باي حاجه يجي عند الدكتوره رانيا صراحه والله. وهجيب لك، انا هجيب لك ناس والله يا دكتوره، لان في ناس تعبانه والله كتير. ربنا يخليك. في قرايبي برضك تعبانين والله برضك برجليهم. ربنا يخليك، ربنا يبارك. احنا معانا الحاله دي كانت التهاب اعصاب طرفيه من نتيجه لمرض السكر، وكانت مفيش احساس برجليها خالص، وكان لون رجليها غامق، وكان جايه في حاله خطر جدا، كانت الدوره الدمويه الدقيقه مش شغاله خالص. ايوه، فيعني كانت الدنيا عندها صعبه جدا من الحالات الصعبه. احنا خدنا يعني كورس في كورس، 6 ايام في 6 ايام. أيوة. الحمد لله لحد ما بقت كويسه جدا، الاحساس رجع كانها ما جالهاش سكر خالص، بتتحرك وبتمشي طبيعي الحمد لله. عملنا لها جلسات مكثفه التهاب اعصاب طرفيه، وبقت زي ما انتم شايفين، وهي اللي قالت انا عايزه اصور الفيديو ده، لاني انا كنت هقول